اليوم معنا رغد مسعودية اللي ما كان عندها الثقة بنفسها انه تعلم سيلف ديفنس، بس اليوم معنا رح نساعدها تتحدى مخاوفها. انا ما قد كان عندي ثقة بالنفس ان انا اتعلم سيلف ديفنس لانه موضوع مهم منتشر عندنا. صار لنا كم يوم بنتدرب وانا حاسة اني واثقة من نفسي اكثر. نفسي أتعلم self defense وأخيراً عملتها. Thank you Nana. Live fearless.